بدأوا يتكلموا الأول لقينا مذكرة أو وثيقة طالعة من المخابرات الإسرائيلية تتكلم على تهجير أو الترحيل إلى مصر إلى سيناء. قبلها في السبعينيات كده كمان لقينا وثيقة كشفت عنها وزارة الخارجية البريطانية في سبتمبر عام 71 تتكلم على مخطط أو مخططات إسرائيل فيما يتعلق بالعريش وشمال سيناء. لقينا كمان الأمريكان اتكلموا في هذا الأمر ونحل الموضوع في مصر، ومصر تاخد مجموعات ويستوطنوا في شمال سيناء ومصر نديها دعم وهكذا. لقينا هذا المخطط الكبير. امبارح وزير المالية الإسرائيلي طالع يتكلم أيضا على نفس المخطط، بيتكلم على مصر وغير مصر، بيتكلم حتى على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا عن هذا الملف تحديدا، التوطين أو تفريغ القضية من مضمونها بإخراج الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم؟ طيب خلينا بس نقول عشان نفهم الصورة أكبر. نعم. المشتركات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ناس كتير تقول ليه الولايات المتحدة أمريكا تدعم إسرائيل بهذا الشكل لدرجة أنه بايدن قال لو ما فيش إسرائيل كنا احنا اخترعنا إسرائيل وأنا صهيوني بالتفكير إلى آخره. نعم. واحد من أهم المشتركات أنه الاثنين حركات مهاجرين أفرغوا البلاد الأصلية من مواطنيه. الولايات المتحدة كان فيه الهنود الحمر كما نعرف جميعا، وجم مهاجرين أغلبهم من بريطانيا ودول أخرى قتلوا وأبادوا الهنود الحمر وحلوا محلهم. إسرائيل نفس الحكاية، مشروع استيطاني إجلائي، هي تريد أن تفرغ الأرض من مواطنيها عشان هي تعبيها وتستعمرها. وجولدا مائير كان ليها عبارة شهيرة إنه شعب بلا وطن لوطن بلا شعب. وبالتالي هي الرواية الإسرائيلية التاريخية اللي روجت لها في الأول إنه إحنا رحنا على إسرائيل على فلسطين ما كانش فيها حد، وإن إحنا استوطناها وعمرناها إلى آخره. الآن إسرائيل ما تزال تنفذ على مدار تاريخها 70 سنة من 47 حتى الآن، تنفذ بالتدريج كلما سنحت الظروف أنها تنفذ هذا المبدأ الحاكم في الاستراتيجية والعقلية الإسرائيلية بتعمله. عايز أتفضي الآن مثلا في الضفة الغربية في 178 مستوطنة إسرائيلية يهودية يسكنها حوالي 500,000 مستوطن يهودي، ليست أراضيهم بس بالدعاية والرواية الدينية أنه دي يهودة والسامرة وإحنا عايزين نستوطنها وإحنا مواطنيها الأصليين. نرجع لغزة. غزة المشاريع قديمة وموجودة في إطار ما نقوله أنه تهجير واقتلاع المواطنين لاحتلال الأرض واستيطانها. طيب إيه أهم مشروع عرض؟ مش اللي حضرتك قلت عليه بس، جيورا آيلاند. شارون انسحب من قطاع غزة في 2005. نعم. جيورا آيلاند وموجود حاليا وبيكتب مقالات عديدة كان مستشار الأمن القومي لشارون، قدم خرائط ومشروع قال فيه أن قطاع غزة ضيق جدا وهو من أعلى كثافات السكان في العالم، 200 يعني حوالي 365 كيلو متر فقط، بطول 41 كيلو وعرض من 5 إلى 12 كيلو، فيها 2.2 مليون. فقال أنه خزان البشري ده ممكن ينفجر تجاهنا، وأفضل ينفجر تجاه الناحية الثانية مصر. فعرض مشروع أنه يوسع قطاع غزة على حساب سيناء. نعم. وقدم خرائط ثم رفض هذا المشروع. في بروفيسور تاني في الجامعة العبرية قدم نفس المشروع وخرائطه. البقى المشروع قيد الأدراج لكنه ينتظر فرصة لينفذه. الآن جاءت الفرصة السانحة مرة تانية، حرب. بيقول لك ان نهجر المواطنين الفلسطينيين ندفعهم بعد تدمير قطاع غزة كما قلنا، وقطاع غزة اعتقد انه الغالبية العظمى من المصريين بيتابعوا الاخبار وبيشوفوا انها اصبحت مكانا غير قابل للحياة. يعني الناس حتى يعني انا كان عندي شاب في مركز الدراسات رجع بيتهم عشان يدور على بيتهم لم يتعرف على البيت اللي كان ساكن فيه لانه تم ازالة مربع سكني بالكامل بثاني أكبر قنبلة في العالم، اتشالت كلها فلم يعرف فين كان بيته فين. تم دفع المواطنين إلى جنوب قطاع غزة في محافظتين زي ما قلنا، في محافظتين حدوديتين، خان يونس من ناحية ورفح المحازية لرفح الفلسطينية لأنه عندنا رفح المصرية. نعم. رفح الفلسطينية تحت الضغط ده رفضت إسرائيل، قطعت في الأول إسرائيل الكهرباء وقطعت المياه وقطعت الدواء ومنعت دخول
المواد اللازمة للحياة، أكل وأدوية ومية عشان مقومات البقاء، مش مقومات رفاهية، ده مقومات البقاء عشان الناس تعيش. عملت إيه في الأول؟ قصفت معبر رفح 4 مرات. الفلسطيني. الفلسطيني. نعم. 4 مرات. وقالت إنه أي سيارة هتخش هنقصفها. لأنه هنتكلم عن ده شوية. نعم. باستفاضة، لأنه في دعاوى إنه لماذا لا تفتح مصر صحيح. معبر رفح. صحيح. معبر رفح المصري كان مفتوحا وما يزال مفتوحا حتى الآن. لكن عشان تمرر إسرائيل مشروعها بعد أن استولت الآن هي التي سيطر، كانت المعابر فلسطينية. نعم. والمعبر كان مفتوحا. معبر رفح بالمناسبة ده معبر لدخول الأفراد. نعم. ولكن مصر كانت في حالات استثنائية بتسمح، أدي المعبر أهو. نعم. كانت بتسمح بدخول يعني مواد أخرى. نعم. غيرها. فبعد ما قصفت ده ونتيجة الجهد الدبلوماسي اللي لعبته مصر والضغط على المجتمع الدولي إلى آخره، اضطرت إسرائيل إلى مرور سيارات، بس قطرت بقت تعدي الأول 20 شاحنة. نعم. وزيادة في التعنت قالت لا، السيارات ما تخشش بنفسها إلى خان يونس رغم أن المسافة بسيطة جدا. قالت السيارات دي تخش الأول تتفتش في العوجة وفي كفر أبو سالم. كرم أبو سالم. كرم أبو سالم. نعم. تتفتش هناك الأول. نعم. ثم تعود مرة أخرى إلى معبر رفح ثم تفرغ بضائعها. نعم. في شاحنات فلسطينية. نعم. العدد بدأ ب20 نتيجة الجهد الدبلوماسي والضغط. نعم. ارتفع الآن يصل إلى حوالي 100، وهي ليست كافية على الإطلاق لإعاشة 1,200,000 بني آدم. نعم. وبالتالي المشروع ما يزال قائما، وأنا هنا